أفريل المقبل. مرحبا بإعلان سيادة رئيس الجمهورية على استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات رئاسية في يوم 18 أفريل المقبل. الموقف الثاني اللي طلع به المكتب الوطني هو تجديد النداء لسيادة الرئيس مجاهد عبد العزيز بوتفليقة لترشح لانتخابات شهر أفريل المقبل، وهذا نداء كان موقف المجلس الوطني في جوان الفارض، وكان موضوع كل اجتماعات المجالس الولائية الموسعة اللي انعقدت في ما بين سبتمبر ونوفمبر عبر كل ولايات الوطن. ويحيى، وفي معرض حديثي عن تحضيرات الأناديل لرئاسيات، قال أن رؤيتنا لرئاسيات هي بترشيح الرئيس بوتفليقة، وإذا تحققت هذه الحالة سيكون الأناديل مع أحزاب التحالف الرئاسي في حملة انتخابية للرئيس بوتفليقة. اللي وش تحضير التجمع الوطني للانتخابات. احنا أولا الانتخابات نشوفوها إن شاء الله، هذه أمنيتنا، تكون بترشيح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. إذا كانت تحققت هذه الحالة آنذاك سيكون نشاط التجمع الوطني الديمقراطي مع باقي أحزاب التحالف ومع كل ما يكون في فلك